نعم يا غزل. أنا عايز أقولك على حاجة. قول. عمو اللي كان راكب موتوسيكل ده يا ماما، هو ليه لابس الماسك؟ يا حبيبتي لابس النضارة الكبيرة دي علشان خاطر بيبقى الهواء جامد لما بيركبوا الموتوسيكلات، ممكن عشان التراب ما يدخلش في عينيه. بصراحة مش عارفة إجابة مؤكدة، بس أول ما أروح البيت هدخلك على النت وأقولك ليه لابس الماسك ده. ماشي يا ماما، بس أنا عايز أقولك على حاجة. قول. هو ليه عمو ده عمال يلف حوالينا يا ماما كتير؟ لا هو ملفش حوالينا ولا حاجة، معرفش. خلينا في حالنا وخلاص يا غزل. ماشي يلا يا ماما. يلا يا يعني وانا موجود في المنطقه. انا عايز شنطتي ومش ملحقه خالص. خدي شنطتي. خدي بنتك وروحي، وفي خلال ساعه الشنطه هتكون عندك. بجد؟ بجد طبعا. ماما انا خايفه يا ماما. مفيش مفيش يا حبيبتي. والنبي لا ترجعلي شنطتي فيها ورق مهم. والنبي اه والله انا هاتي يا ماما. اسمعوا كلام، اسمعوا كلام، هو هيجيب شنطتي دلوقتي. تعالي تعالي يا حبيبتي. انا عايز اقولك على حاجه. قولي. هو مين عمو ده وازاي عرفني وازاي عارفك يا ماما؟ ما ده البرنس كان جارنا. البرنس؟ ايوه. طب انت عرفتيه ازاي؟ ما هو يا غزل زمان واحنا صغيرين جه تقدم لي من ماما. يعني ايه تقدم؟ يعني كان عايز يخطبني ويتجوزني. ما اتجوزتهوش ليه بقى؟ كده يا غزل نصيبي حبيبتي. ليه يا ماما؟ مع ان يا ماما شكله حلو وكمان شعره حلو. طب جاتلي فكرة، ايه رأيك يا ماما لما روح عند تيتا هقولها ليه ما خليتيش ماما تتجوز عمو ده؟ مش اسأليها، بس سيبيني دلوقتي انا عايزة الشنطة بتاعتي. تعالي يا غزل، يا رب يعرف يجيبها لي. يا رب يا ساتر بس يا ابني يا رب يا ساتر ربنا يستر يا رب.
انا ياسطر اطمني على الشنطه بتاعتي. والله مش عارفه اشكرك ازاي. والله ربنا يخليك. والله بصي يا مدى على الشنطه شوفي فيها حاجه ناقصه ولا لا. ماشي حاضر يا ماما. لا تليفوني موجود والمحفظه فيها البطايق اهي. الحمد لله. وكمان الفلوس بتاعتي موجوده. كل دي فلوس يا ندى اخدها معاك يا ندى؟ ما يا حبيبتي انا قلت لك رايحه ادفع مصاريف المدرسه النهارده. ما انت نسيتوني كل حاجه. والحاجه حلوه بقى دي للسندريلا غدا. بصي جبت لك ايه؟ ايه ده؟ شكرا يا عم. بصي بصي رايك؟ والله ما كانش ليه لزوم. والله لا 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 غزل دي زي بنتي بالظبط. شكرا والله مش عارفه اشكرك. شكرا يا عم انت طيب جدا. انت عارفه يا زوزو؟ اتفضل. كان حالي انا باباكي. بابايا؟ بس لولا تيتا ما وافقتش. تعرف يا عم انا عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي. تعرف بقى تيتا ما وافقتش عليك ليه؟ ليه؟ عشان كل شيء اسمه ونصيب يا غزل. لا عشان هي قالت ان انت عرباجي وصايع. انا عرباجي وصايع؟ الجواز نصيب. شكرا يا امي. شكرا يا غاليه. وكمان على فكره يا حبيبتي تيتا بتهزر معاك. بجد؟ بجد طبعا. وكمان تعرف ماما قالت ايه؟ ايه؟ ماما قالت اللي هي سمعت اللي انت بتعمل الحاجات الصراحه يعني وحشه لكن هي ما شافتش بعينيها. طب انا اقول لك على حاجه. لو انا وحش كنت رجعت لماما الشنطه وفيها الفلوس والموبايل والمحفظه؟ صح. لا يا اما هو انت ما خفتش من حرامي؟ لا طبعا ما خفتش منه. ايه ده بجد؟ انا جريت وراه بالعربيه ودخلت بيه في الموتوسيكل على طول. العربيه باظت؟ انا العربيه ما حصلهاش حاجه. انا خبطته بالموتوسيكل. عايز اقول لك لفه خمس ست لفات. يا نهار ابيض. ربنا يستر. كنت بتحسبيني سكت ونزلت مسخته كده ودغدغت له وش كسرت له وش. يا عم انت انا ما بتعصب ما بشوفش قدامي. وبعدين ايه اللي حصل؟ قلت له والله ما سابك هوديك الاسم. قعد يعيط. بعد كده ابوه جه قعد يعيط. صعب عليا هما الاثنين. رحت سيبهم يمشوا. ليه؟ صعب عليا. بس اهم حاجه قوي قوي. طبعا والله مش عارفه اشكرك ازاي. اهم حاجه شنطتك. في حاجه ناقصه؟ لا لا والله انا والله كان ممكن يحصل لي حاجه لو الشنطه دي كانت سرقت وما رجعتليش تاني. شكرا. العفو. شكرا يا عم انت طيب جدا. يا امي القهوه مظبوط. قهوه نسيتني. والصراحه احنا ما بنشربوش هنا قهوه. طب شاي يا امي معلقتين سكر. انا هعمل لك الشاي. انا هعمل لك الشاي. شكرا. على فكرة انتي امي التانية. انا بحبك قوي على فكرة. ربنا يستر. في ايه بس يا امي؟ ربنا يستر. ايه يا زوز رايك في حاجة حلوة بقى؟ حلوة قوي. شايفة ان احنا عندي. الحمد لله يا رب شنطتي رجعت الفلوس تمام يا رب. فرحانة قوي. انا كان ممكن يحصل لي حاجة لو الشنطة ما رجعتش تاني. الحمد لله الحمد لله. ايه يا امي؟ انا سمعت ان الندى اتطلقت. ايوه كل شيء اسمه نصيب. بس انا مش عايز اعرف هي اتطلقت ليه. ليه يا اخويا مش عايز تعرف ليه؟ عشان اتجوز عليه حبيبي. اتطلق عشان اتجوز عليه. طب بص يا امي انا عايز اتجوز ندى وبنتها غزل هشيلها في عينيها الاثنين. يا تيتا يا تيتا انا عايز اقول لك على حاجه. على فكره يا تيتا عمو يا تيتا طيب قوي. وكمان يا تيتا على فكره يا تيتا هو مش نصاب ولا حاجه. عشان لو يا تيتا لو هو نصاب ما كانش رجع عشان تقول الفلوس يا تيتا. بس بتسكت ندى الصراحه ما بتفكرش في الجواز. يا تيتا عايزه تربي بنتها وخلاص. واحنا بصراحه قاعدين لوحدنا في الشقه. يا تيتا انا عايز اقول لك على بس حاجة. بس بتسكت شعره حلو قوي يا تيتا. شعره حلو. يلا يلا قاعدين لوحدنا في البيت معناش راجل ولا حاجه. شكرا على الشاي يا امي. شكرا. ربنا يستر. حمو طيب قوي. هي ماما يا ماما. نعم يا غزل. خلاص يا ماما ما تعمليش شاي. ليه يا حبيبتي؟ اصل يا ماما عمو البرنس مشى. مشى؟ ايوه يا ماما. هو مشى ليه بقى يا غزل؟ ما انا هقول لك يا ماما. بصي يا ماما هو الصراحه يا ماما اللي تيتا اللي هو عايز يتجوزها. يتجوزني؟ ايوه يا ماما. تيتا قالت له ايه؟ بصي يا ماما يا تيتا قالت له لا يا انا مش عايزه تتجوز وعايزه تقعد مع غزل بس. صح. وكمان يا ماما انا قلت لتيتا اللي عم برنس ده طيب يا ماما. وكمان يا ماما شعره حلو قوي. لا يا زوزو يا حبيبه قلبي انا عايشه عشان اربيكي بس. عايشالك يا غزل. اتجوز. لا لا شعره حلو قوي. انا عايشه بزوزو بس. وتعرفي كمان يا ماما بعد كده يا ماما ماشي برنسه وقالت له يلا امشي عشان احنا مفيش رجاله معانا. ماما وانا عارفاها ما بتتكسفش من حد. طب تعالي يا غزل.
والله يا ماما انا فرحانه قوي. ما تعرفيش لو كانت الشنطه دي ما رجعتليش كان ممكن يحصل لي ايه؟ يا شيخه يا ريتها ما رجعت الشنطه يا شيخ. ليه بس بتقولي كده؟ كده دخلت علينا الصايعين في بيتنا واحنا قاعدين لوحدنا. ماما هو انت ليه بتقولي عليه كده؟ على فكره هو جدع، عشان لو هو ما كانش جدع ما كانش رجع لي الشنطه وفيها فلوسي ومحفظتي وتليفوني. يا بنتي فين الجدعان يا بنتي اللي هو فيها ده؟ ده انت شفتي بيقول لي ضرب الراجل ازاي وبهدله عشان يا بنتي دي حوارات بيعملها علينا، ده انا اللي فاهمه انا. يا ماما تعرفي يا ماما ده برنس ده يا ماما قوي قوي. بس يا بنتي اسكتي يا بنتي انت بنتي. ما شعره نايم. بقول لك ايه يا ماما؟ نص لسان انت. انا يا تيتا. ماما هو ما قالكيش حاجه كده؟ ما قاليش اي حاجه. ايه يا تيتا؟ ازاي يا تيتا؟ بس يا بنت اسكتي يا بنت. ليه يا تيتا؟ قالك يا تيتا اللي هو عايز يتجوز ماما. عايز يتجوز ماما؟ ايوه. والله يا غزل اللي قطع لك لسانك ده هنقلك في الكلام ده. يا ماما تتكلم معانا عادي يا ماما عشان انت تيتا وانا مامتها فتتكلم عادي. لا ما ينفعش كده تنقل كل حاجه كده. ايوه وانت يا ماما طبعا ما وافقتيش على الجواز صح؟ مش هوافق طبعا. ليه يا تيتا؟ ده قوي يا تيتا. قوي؟ ايه اللي قوي ده؟ ندى انت عايزه تتجوزي يا ندى؟ آه لا 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 يا ماما يا حبيبتي مش عايزه اتجوز، انا عايزه اربي غزل بس. ربنا يصلح حالك يا بت. يا تيتا سيبوني بقى لوحدي. وعايزه صدحتوني سيبوني لوحدي. وعايزه اقول لك على حاجه، على فكره يا تيتا شعره حلو برضه. روحي يا بت سيبوني بقى لوحدي صدحتوني. ربنا يصلح حالك يا ندى. قال انا ما قلتلكيش يا سلمى على اللي حصل امبارح؟ ايه اللي حصل يا ندى؟ مش انا امبارح شنطتي اتسرقت؟ اتسرقت؟ طب عملتي ايه؟ ما هي رجعت لي تاني. طب الحمد لله يا ندى. وبعدين يا ندى؟ وبعدين يا ماما في ايه؟ قفلي على الموضوع ده يا ندى بيضايقني. انا بحكي لاختي عادي يا ماما. في ايه بس يا ماما مالك؟ غيري الموضوع ده يا خالتي. انا عايزه اقول لك على حاجه. نعم. تعرفي يا خالتي ان ماما هتتجوز؟ هتجوز؟ ايوه وهتتجوز برنس. انت يا ام نص لسان اسكتي. امال هتجوز؟ فهموني يا جماعه هو في ايه بالظبط ولا عايزين تخبوا عليا؟ انا هفهمك كل حاجه. اصل اللي رجع لي شنطتي امبارح البرنس قابلته صدفه في الشارع قال لي لا روحي بيتك وانا هرجع لك الشنطه في خلال ساعه. تمام. فجاب لي الشنطه يعني وفتح ماما في موضوع انه عايز يتجوز يتجوزني، بس ماما قالت له ما عندناش بنات للجواز. هو ده اللي حصل بس. تعالي اقول لك ايه. هو ده البرنس بتاع زمان؟ اه وعايز تخبي عليا يا ماما؟ مش عايز تتكلمي معايا؟ اخبي عليكي؟ هو في حاجه حصلت يا بنت عشان اخبي عليكي؟ هي الكلمتين دول بس اللي والسيره دي قفلوها خالص. اما اسمع سيرته بتنرفز واتعصب. خلاص خلاص هجيب سيرته تاني. خلاص محدش يتكلم عادي اصلا. خلاص محدش يتكلم. انا هم. قومي يا غزل شوفي مين. حاضر. خلاص يا ماما بس كان هيحصل لي حاجه لو كانت الشنطه ما رجعتليش. طب الحمد لله ان هي رجعت لك يا غزل. الحمد لله. فيها مصاريف مدرسه غزل. اه فهمتك يا حبيبتي بس الحمد لله. الحمد لله. غزولة تعرف يا عم برنس عايز اقول لك على حاجة. قولي. انت شعرك حلو قوي على فكرة بقى. انت اللي زي القمر. شكرا. تيجي نبقى اصحاب؟ ماشي طبعا. بقول لك ايه؟ انا جايب لك هدية حلوة قوي. جبت لك هافر بورد. الله هافر بورد. تعرف يا برنس انا اصلا كان نفسي في هافر بورد. انا في الصيف كنت بأجره بس انت عارفة انا بعرف اسوقه. شكرا. بقول لك ايه بقى؟ اتفضل. لما انا مشيت المرة اللي فاتت تيتا قالت عليا ايه؟ قالت الصراحة؟ الصراحة قالت اللي هي مش بتحبك. طب وماما؟ ماما نص نص. نص نص؟ اه. تعالي. حاضر. يا ندى شوفي غزة بتتكلم مع مين. حاضر يا ماما. ماما ايه يا زوز؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا امي عاملة ايه؟ ازيك؟ اختك دي؟ ايوه انا اخت ندى. انا سلمى مش فاكرني ولا ايه؟ لا انا صغيره. فاكرك طبعا بس بصراحه مش فاكر اسمك يعني. سلمى. اه ازيك؟ انا فاكرك مش ناسيك على فكره. ازيك يا سلمى عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ اتفضلي يا ام بن اهو. ما بحبهوش. انا بحب القهوه يا ام. اتفضلي. مش عايزه ما بحبهاش. انا بكلمك بحب اشربها. بكلمك عن نفسي. ماشي هات هات يا برنس. ماشي يا ماما. انا عايز اقول لك على حاجه. نعم. انا زعلان من الحاجه. ليه بس؟ قالت عليا كلام وحش انا ما اقدرش اقوله. يا ابني هو احنا يا ابني اللي قلنا ولا الناس يا ابني كلها اللي بتقول بره؟ لا يا تيتا انت قلت علينا هو صايع ونصاب. بس يا ام نص لسان. على فكره يا امي انا ما بزعلش منك، انت امي التانيه وكني ما سمعتش اي حاجه. معلش يا برنس على فكره دي ماما طيبه قوي والله. بس هي عصبيه شويه. معلش. ولا يهمك يا امي. خير يا برنس. انا جبت بقى ايه؟ هافر بورد لغزل. ليه؟ غزل عندها كل حاجه جوه. ازاي يا تيتا ما عندكش هافر بورد يا تيتا؟
حقيقة. على فكرة يا غزل بس حبيتي. يا ابو نص لسان. ولا حقيقة انا بقول الصراحة. بس هو انت ليه كلفت نفسك كده؟ ما كانش ليه لزوم والله. انا حبيت غزل. ده كفاية بس ان انت رجعت لي شنطتي امبارح. لا اللي انت عايزاه والله. شكرا والله كل لك ذوق يا برنس. ربنا يخليك. يا برنس وشعلك حلو قوي. والله انت اللي حلو قوي. ومنك يا ام نص لسان. غزل حبيتك جدا والله. انا بقول الحقيقة. بصي بقى. ده الشاحن بتاع الهافر بورد اهو. الله 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 قوي والله ده شكله بنته بيحبك قوي يا غزل. شكرا يا جميل جدا غزل. اي حاجه تشاور عليها بس اجيبها لها على طول. شكرا يا برنس ده طيب جدا وقوي وشعرك حلو كمان. والله انت اللي زي القمر. انت امك. شكرا يا برنس. امي كوبايه قهوه مظبوط. الانبوبه خلصت لسه ما غيرتهاش. ازاي يا دي وانت لسه مغيراها امبارح؟ بس يا ام نص لسان انا بقول الحقيقه بحب اقول الحقيقه. على فكره يا غزل انا حبيتك. شكرا يا برنس. بقول لك ايه يا ابني؟ اتفضلي يا ابني. خد حاجتك دي يا ابني واتكل على الله. احنا قاعدين لوحدنا يا ابني. معناش راجل قاعد معانا. ما ينفعش كده تخش علينا كده. انا فخور بيك يا حاجه وانت ست جدعه. بس انا عايز اتجوز بنتك نانا. على فكره هشيلها فوق راسي هي وملتها. يا ابني الجواز اسمه ونصيبه. وهي ما بتفكرش اصلا في الجواز. بتربي بنتها. يلا يا ابني مع السلامه يا ابني. روح شوف حالك. يا برنس انا عايز اقولك على حاجه. على فكره شعرك حلو قوي. والله انت اللي زي القمر. شكرا. خد حاجتك يا ابني معاك. يلا سلامه يا حاج. خد حاجتك يا ابني معاك. ايه يا ندى هتخيب ولا ايه يا ندى؟ انت عايزه تتجوزي يا ندى؟ لا يا ماما. تتجوزي الصايع ده؟ يا ماما انت مش فاهماني يعني. اصل انت قاعده بتقولي عليه اللي هو نصاب وصايع يعني. بس انا مبهوره بيه يعني. ازاي مهتم ببنتي غزل كده؟ هو انا اللي بقول نصاب وصايع ده؟ العالم كله اللي بيقول عليه كده. مش فهماني. اصل هو اللي بيعمله ده دي حركه جدعه منه قوي. ده مهتم بغزل. ده جاب لها هافر بورد وبعدين امبارح رجع لي شنطتي. اقول لك على حاجه. عارفه ابو غزل عمره ما فكر في يوم بس يجيب لغزل حتى تيشرتي مش هديه هافر بورد. اقول لك حاجه. اول ما مسك فلوس وربنا كده اداله ووسع عليه اول حاجه فكر يعملها مش يراضي بنته غزل ولا يراضيني. اول حاجه عملها راح يتجوز عليا على طول. انت عارفه يا ندى عايزه اقول لك على حاجه. يا ريتك ما اتطلقت يا ندى. ليه بس يا ماما؟ والله ده تتجوزي الصايع ده؟ يا ماما ما قلتش هتجوزي. انا بقول لك مبهوره باهتمامك. فك شايفاكي مش عارفه اقول لك ايه. ماما عايزه اقول لك على حاجه. على فكره الهافر بورد ده غالي قوي. ان هو يجيبه هديه لغزل فهو والله العظيم راجل ذوقه محترم. غالي؟ واحنا مالنا غالي ولا مش غالي؟ قومي حطهولي نرميهولي. قومي يا ماما مش كده. قومي حطهولي هنا. يا تيتا لا يا تيتا نفسي في الهافر بورد ده. هتيجي في المية تيتا؟ نفسك فيه؟ ما عندك لعب جوه كتير يا ام نص لسان. ما انا بقول لك. قومي يا سلمى. قومي حطهولي يا سلمى. حطهولي على السلم. خلاص يا ماما عشان خاطري. خلاص ماما عيب كده يا ماما والله عيب. ربنا يستر على الموضوع دوت. أخيرا مشيتي. مين؟ أنا غزولة. برنسو. إزيك يا حبيبة قلبي؟ كويسة. تعرف يا برنسو أنت والله العظيم انت اللي زي القمر. شكرا. انا جبت لك العجله دي، ايه رايك فيها؟ الله انت كمان انا عرفت ان انت بتحبي اللون الاحمر. انا الحقيقه انا بحبه. شكرا يا برنس. بقول لك مش احنا اصحاب؟ ايوه. تيتا قالت عليا ايه؟ صراحه تيتا برضه لسه مش بتحبك. طيب وسلمى؟ سلمى صراحه بتقول عليك كلام حلو قوي. طيب وماما؟ نص نص. وتعرف كمان ان تيتا مش حلو. بجد؟ بجد. بص انا قلت لي فكره. ايه رايك تخش جوه واخلي ماما تعمل لك القهوه؟ اصل ماما بتعمل قهوه حلوه قوي. على فكره انا حبيتك قوي. بجد؟ بجد. وانا كمان. استني دي ماما. يا ماما يا ماما يا ماما. ايوه يا زوزو. يا ماما ازيك يا ندى؟ الحمد لله كويسه. بص يا ماما برنسو جاي عايزك تعملي لي القهوه بتاعته بقى اللي بيحبها. مظبوط. انا اسفه والله بس انا مش هينفع ادخلك البيت. اصل انا ماما مش موجوده واحنا قاعدين لوحدنا انا وغزل. فبعتذر لك يعني. وعايزه اقول لحضرتك على حاجه كمان يعني. اتفضلي. الهافر بورد يعني والقهوه عايزك تاخدهم معاك وايدي كمان. عجله جايبها ليه يا غزل؟ ايوه يا ماما.
بابا. لا عليك، هتاخدها كمان معايا. ليه بس؟ اصل انت مش عارف الحاجات دي معصبه ماما ازاي، وماما متضايقه قد ايه ان انت جايب هدايا يعني في البيت، وماما مش حابه الموضوع ده خالص. على فكره ما بتكذبوني والله، وفهمني غلط. والله هي يعني هي قاعده عندك فكره يعني ان حضرتك يعني بتخطب كتير وبتسيب كتير، يعني فكره مش كويسه. طب انا احكي دلوقتي، انا خطبت واحده قالت لي بحب ابن خالي، ايوه، وخطبت واحده ثانيه قالت لي مثلا بحب ابن عمي. بجد؟ بجد. هكمل معاها؟ لا طبعا، بروح افركش الموضوع. أيوة. وانا ما برضاش افضحها، اقول لاهلها مثلا هي بتحب ابن عمها او بتحب ابن خالتها. صح، بقول لهم عايز حاجتي، ما برضوش يديني حاجتي. هو ده الموضوع والله. انتوا فاهميني غلط وظالميني. طب انت ليه ما قلتش لماما الكلام ده؟ هي مش عطتني فرصه اتكلم معاها. عليك انا بعتذر لك والله، انت جدع والله وعلى راسنا والله من فوق، بس خد هداياك معايا لو سمحت. ماما مش حابه الفكره اصلا، وانا اصلا مش بفكر في الجواز. والله يا ندى هشيلك فوق دماغي انت وبنت الجواز والله، واي حاجه تتمناها هجيبها لك. طب ماما ليه؟ طب لو سمحت دلوقتي المنظر يعني مش حلو، لو سمحت ينفع تمشي تاخد حاجتك معاك؟ انا اسفه. سلام. طب الحاجات؟ طيب هتعملي مشكله والله، ده كمان عجله ماما مش هتستني والله. يا ماما يا صدق قوي يا ماما، وكمان يا ماما ده عارف اللمبه من اللون الاحمر. انا عايز اتجوزك يا ندى، فكري. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ماما مش هتسيبني. ليه يا ماما؟ يا غزه كنت اليوم مش عايزه العجله وخلاص. انت مش شايفه تيتا متعصبه ازاي؟ لا يا ماما، تيتا اصلا مش متعصبه. هقول لها جبتها منين؟ عادي، من انت اللي جايبها لي. ما خليش يا ابني يا ماما، ربنا يستر بقى على ماما. الحمد لله قبضت معاشي، اطلع بقى اشوف. يا نهار ابيض يا غزل، في ايه؟ انا هقول لتيتا ايه دلوقتي؟ تيتا مش هتعدي اليوم ده على خير. ده يا نهار ابيض، هقول لها جاب لها عجله مره واحده. شوف العصبيه اللي هنشوفوها النهارده. يا ماما انا عايزه اقول لك على حاجه، ما تقولي لها صراحه يا ماما، قولي لها اللي برنس جاب لي عجله. يعني احنا يا ماما عايزه اقول لك على حاجه، واحنا بنعمل حاجه غلط يعني يا ماما؟ تيتا عندها كل حاجه غلط يا حبيبتي، اساسا اصلا يعني ان هي فكره ان هي عارفه ان هو جاي هنا خبط وعطانا العجله واتكلم معانا، ده هي النهارده هتقضيها سين وجيم، واليوم مش هيتعدي. يا رب ونيم يا رب. طب يا ماما انا عايزه اقول لك على حاجه يا ماما، ما بنفسي يا ماما قال لك ما تتجوزيني يا ماما، ما تتجوزيه يا ماما، وكمان يا ماما ده شعره حلو قوي يا ماما. بنتي انت ايه حكايتك مع شعري؟ ما انت شعرك جميل اهو. بس شعره احسن مني كمان. دي باين عليها تيتا، يا رب استر يا رب. قولي لي الحقيقه يا ماما. عندي جنب على خير يا رب. اجرت العجله هلعب بيها براحتي، وبعد ساعه راجعه. اجرت العجله. حاضر. يا رب استر. يا ندى حبيبتي الحمد لله على السلامه يا ماما. قبضتي المعاش؟ قبضت يا حبيبتي، الجو سخن بره مره. قبضت وزودوني كمان. بجد؟ وعايزه اي حاجه قولي لي. لا يا ماما ربنا يخليكي. اديني ميه يا شبابيك. ماشي. شبابيك يا حبيبتي. اتفضلي يا ماما. اتفضلي. الحمد لله على السلامه. خدي يا حبيبتي، تعبت. جيتي. اتكلي بسرعه على العجله يا عم. تيتا. تيتا. ايه يا غازه؟ انا عايزه اقول لك على حاجه. ايه يا غازه؟ هو انت مش ملاحظه حاجه جديده كده في البيت؟ ملاحظه ايه؟ ايه الجديد يا بنتي؟ طب انا قاعده على ايه؟ قاعده على ايه؟ منين دي يا بت؟ برنس اللي جايبها لي. برنسه؟ ايوه. هو جه هنا ولا مش هنا يا نانا؟ ايوه يا تيتا. النبي يا تيتا، انا هفهمك والله على كل حاجه، بس تيتي ويا تيتا كمان عايزه اقول لك على حاجه. تعرفي يا تيتا ده جه وكمان قال لماما انا هتجوزك وفكر، وكمان قال لها انا هشيل الجواعين انت وبنتك. اتكلمتي بقى معايا ندى؟ اه والله يا ماما هفهمك على كل بس مالي العصبيه يا ندى. انا هفهمك على كل حاجه، اولا مش انا اللي فتحت له، دي غزل اللي فتحت. أيوة. وعلى فكره اول ما شفته قلت له لو سمحت يا استاذ محمد يعني يا برنس خد حاجتك كلها وامشي عشان ماما متعصبه جدا، بس هو ساب العجله وساب. لا الصراحه زودها قوي الصراحه، انا مش مستحمله يا ستة. انا عايزه اقول لك على حاجه بس يا ماما، نص لسان انت زودها معايا قوي. اتصلي باخوكي. لا يا ماما كبرش الموضوع كده. اتصلي لي باخوكي، معرفش اتعامل معاه ده هو. اتصلي لاخوكي بسرعه عشان خاطري. والله الموضوع مش خلاص، احنا ما عملناش حاجه غلط يا تيتا. محمود اهو يقع على التليفون. انا محمود، انا كويسه، عايزاك ضروري يا محمود تجيلي.
ماشي يا محمود دلوقتي حالا. ماشي سلام. ليه احنا ما عملناش حاجه غلط عشان تزعقي؟ اسكتي اسكتي انت يا منص لسان والله ما سايباك. وانت يا ندى حسابك معايا بعدين. انا ما عملت حاجه انا والله بصراحه. هو يا سيد انا ما بتقهوش الراجل ده خالص. ما بتقهوش اما سيرته بتعصبني. والله انا غلبانه. طيب والله غلبان فين؟ هي مال امي متعصبه ليه كده؟ اكيد في حاجه مضايقاها. انا اروح اطمن عليها. يا رب سلم يا رب. حاضر. خالو عايز اقول لك على حاجه. عامله حاجه كويس. خالو عايز اقول لك على جوه. انا عايز اقول لك على حاجه. تعرف في واحد عايز يتجوز ماما وعمه ده اسمه برنسو، وكمان برنسو ده شعره حلو قوي. تعرف كل يوم بيجيب لي قلعه. بس هي بتقول عليه نصاب وحرام. ماما يا ماما عامل ايه يا حبيبي؟ وحشتيني يا ماما. انت عامل ايه يا حبيبي؟ كله تمام؟ تمام يا حبيبي. ايه موضوع العريس الجديد ده؟ وايه حوار الهدايا اللي كل شويه يجيبها الغزل ده؟ مين اللي قالك يا محمود؟ مين اللي قالك؟ العصفوره اللي قالت لي. يا خرابي في ايه يا ماما؟ مش فاهم حاجه فهموني. انا يا محمود بعت لك عشان كده يا حبيبي اللي اسمه برنسو دوت. عمال يجيب لنا في لعب ويجيب لنا معرفش من البتاع اللي بيتركب ده كده، وعايز يتجوز ندى، وانا الصراحه بخاف منه يا حود. يا ندى انا فاهمك على كل حاجه. فاكر برنسو اللي جه تقدم لي زمان؟ هو انا كانت شنطتي مسروقه يعني من 3 ايام، وهو رجعها لي تاني، وجه فاتح ماما في موضوع ان عايز يتجوزني، بس ماما قالت له انا ما عنديش بنات للجواز، وندى عايشه تربي بنتها غزل بس، والموضوع اتقفل. بس هو يعني كل شويه يعني يخبط على بيه ويقول انا عايز اتجوزك. هذا هو متجوز؟ متجوز؟ لا ما اعرفش عنده حاجه. ما اعرفش متجوز ولا ما اعرفش عنه اي حاجه اصلا. احنا انا بنعرف عنه كل بيتكلم بيقول عليه صايع. لا والله يا ماما هو مش صايع حرام. امال ايه اللي هو فاهمينه؟ بصي يا ماما انا اسفه يعني النهارده لما كان جايب على لو غزل يعني هو انا سالته يعني بيقول لي هو انا مش عارف ماما بتكرهني كده ليه؟ قلت له عشان الناس يعني بتقول عليك ان انت يعني صح انا بخاف منه. بتعمل مشاكل وكده. قال لي والله انا غصب عني. قال لي انا لما كنت بخطب زمان كنت اخطب الواحده من هنا واجيب لها شبكه، تيجي تقول لي بعديها انا بحب ابن عمي او ابن خالي، فطبيعي ان انا مش هكمل معاها وهسيبها، فاروح بقى لاهلها مش عايزه افضحه ولا اقول لهم بتحبه ولا ابن عمها ولا ابن خالها، فاقول لهم انا عايزه افركش الخطوبه دي واقول لهم عايز حاجتي، طبعا مش بيرضوا يدوني حاجتي عشان هو بيقولوا يعني ان انت اللي سايبها مش هي اللي سايباك، بيقول لي هي ده بس اللي طلع عليا سمعه مش حلوه. بص يا ابو ايه يا حبيبي؟ ندى غلبان صغيره في السن ولازم تتجوز يا ماما. لو هو مناسب يا ماما مفيش مشكله. ماشي يا ابني اما تتجوز بس تتجوز واحد ابن حلال. يلا مالك يا ماما؟ انا حاسس ان انت خايفه من الناس كلها. ده لا ده في ايه يا ماما؟ مبقاش في امان لحد والله يا محمود. يا خالو والنبي يا خالو خلي ماما تتجوز برنس. لا لا انا مش بفكر في الجواز. لا يعني لو هو شخص مناسب مفيش مشكلة. يا محمود انت دلوقتي خوفتني يا محمود وقلقتني. انت دلوقتي سألتني بتقولي متجوز ولا لا؟ انا برضو مش عارفة. ما تسألي عليه انت. انا ما اسأل عليه انت يا محمود وشوف مش مشكلة. يا خالو على المنطقة واسأل عليها اما كويس يا خالو. والنبي خلي ماما تتجوز بننسى اصل شعره حلو قوي قوي قوي. نفسي اعرف ايه حكايتك مع شعره. انت يا ام الثانية انا اروح اسأل عليها واقعد واتكلم معاه اشوفه جدع ولا مش جدع واشوف ايه نظامه. ماشي يا حبيبي. ماشي ماشي. بص تبقى طمني يا محمود. شوف وانت لو قلت لي ماشي انا هوافق، لو قلت لي لا ولا كده الموضوع لا فرق. ماشي خدي غزل تعالي. بس انا مش بفكر في الجواز على لا لا فكري فكري. سيبني الموضوع ده بقى. قلت لك خدي غزل تعالي. نعم يا خالد. يعني هو شعره وحش. اقول لك الصراحه؟ قولي الصراحه. صراحه صراحه؟ صراحه صراحه. انت شعرك يا خالو؟ ايوه. صراحة ايوه. شعرك ايوه وحش قوي. وحش البنت دي بنص لسانها مغلبانة دي. ماشي يا عزيز. ماشي يا عزيز. ماشي يا عمو. ماشي يا حبيبي. هنروح اسال واشوف ايه النظام كده. ماشي طمني. ماشي 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 ماشي. سلام. صف 2 و3 البيت شغال شحات حتى 4 و5 انا شغال معيش. بس يوم الجمعة بيجي. أيوة يوم الجمعة بيجي. مش بنزل من بيتنا سالف مين. كل الشباب عمرتنا. مش بنزل من بيتنا سالف مين. كل الشباب عمرتنا.
لو شافوني يا حبيبي لو شافوني يفتحوني في سيف. لا ندى دي في عينيا ما اقدرش اسمعها. ايوه عاوزك تحطها في عينيك كده. بس كنت عايز اطلب منك طلب. اتفضل يا محمد اللي انت عاوزه قول. انت عارف يعني انا عريس يعني كنت عايز لو غزل تقعد عند الحاجه يومين بس. يا عم اسبوع اسبوعين. بس عايز اطلب منك طلب تاني. قول يا عم اللي انت عاوزه. عايزه تيجي منك انت ما تجيش مني انا عشان ندى ما تزعلش مني. يا عم تيجي مني انا اللي انت عاوزه. يا ندى. ايه يا محمد. مبروك يا عروسه. عاوز اقول لك على حاجه غزل هتقعد عند امي يومين ثلاثه. ها لا لا يا محمود انا ما اقدرش اعيش من غير غزل يومين ثلاثه يا بنت. انت عروسه. انت عروسه بقى عشيرك يومين. يا برنس مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبه قلبي. يا ام من الاولى يا محمود كده. الاولى ايه يا ام؟ يومين ثلاثه عايش وعروسه يا ام. شغلنا اغنيه يا ام. يلا 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 يا ام. يلا يا جدعان يلا مبروك يا برنس. يلا يا عيال عادل وصابت والله البنات قلت لها ولا غير لذينه
مين صاحبكم في الشمال وانا الشخص يا كذاب اسمعنا يا البنات ودي صورك في الخمار ولا كمان بفرقوها ما تبطل البهارات قلت لها دي بقى لو كانت معايا في المدرسة ايام سنة اولى وقالت لها كنا عشان تسألني عن حاجة ضيعة من الطفولة بنت غلبان قالت لي تعالى ناخد صورة لقيتها اتعصبت وقالت لي انت وريت وش انت ما شفتش يلا اتفضل غور من وشي لو تسمح وشك ده ما شفتش ويا بنت قالي طب مش فاهمه علشان الناس ده ما يقولش يا اخر مره وحياتها بنفسها فيه ونخاف التاني سيبيني كان يوم حلو قوي. ادخلي برجلك اليمين يا عروس. ربنا يخليك. اتفضلي. بس انا يعني كنت حابه غزل تبقى معايا، انا مش بعرف انام بالليل من غيرها. انا ماليش دعوه اخوكي اللي قال، بس هي بصراحه جدعانه مني وبيتي مفتوح لغزل في اي وقت. يومين ثلاثه كده هروح اجيبها على طول. اللي انت عايزاه من عندي قبل عندي. شكرا. تعالي تعالي. والله يا ماما كانت لنا حلوه قوي. ربنا يستر يا بحر. احبالك يا بنت غزوله حسنه ان شاء الله يا حلو. أيوة. بس اقولك على حاجه حلو، لما اتجوز واحد حلو هتجوزه زي بنفسه، شعره حلو قوي. انت شعر وحش يا بنت ولا ايه؟ اقولك الصراحه. الصراحه. ايوه انت شعرك يا حلو وحش قوي. مش عاوز تزعلي تيتا اهم حاجه. ها علي يا حلو ما تخافش يا حلو، ده هشيلها جوه عينيا. بقول لك يا محمود، هو هيشتغل من اولها ولا ايه يا محمود؟ ايه هو عايز ندى لوحدها مش عايز غزل؟ يما انا قلت له. لا يا محمود مش كلامك ده. يما اسمع انا افهمه وهي طايره يا محمود. قلت له هو اللي قايل لك هو مش عايز غزل كده. لا يما ان شاء الله عايز ندى لوحدها. يما اتفقلي خير يما وان شاء الله خير. اه والله العظيم انا قلت له ربنا يستر. ما قلتش انا ربنا يستر. ماني ربنا هيستر ان شاء الله. يما قلت له سيب البنت قاعده اسبوع اسبوعين وعيش انتوا. ايه رايك في اوضه النوم؟ جميله دمها خفيف. ما تيجي بقى نصلي ركعتين يا محمد عشان ربنا يبارك لنا في حياتنا. نصلي؟ ايوه. طب صلي انت. وانت مش هتصلي؟ اسبوعين؟ ايوه يا اما. يا نهار ابيض ده ضهري واجعني يا ابني مش قادر. غزولة انا بعمل حاجتي بالعافيه. ثواني يا ام غزولة هتساعدي تيتا في كل حاجه. يا خلو ما تخافش. حاضر ونعم. كلمتين عاوز اسمعهم مني. حاضر ونعم يا خلو. انا عايز اقول لك على حاجه تاني، ما تخافش هشيلها جوه عليا. غزل هتساعدني دي نص الثانيه. ما تخافيش يا تيتا. ساعد تيتا ما تزعلنيش. ها ماشي خلو. طب استنى هروح عند ماما امتى؟ اسبوع اسبوعين كده يا غزولة. اسبوع اسبوعين؟ اه والله. اه ان شاء الله. ماشي يا حبيبتي. عاوزه حاجه مني؟ ما عايزه اسمعك. على تصبح على خير. ماشي على شورتك دي يا محمود. ماشي. سلام يا عم. سلام. سلام. تيتا. يا غزل. انا جعانه. اعملي لي بيتزا بقى. بيتزا يا بنتي دلوقتي؟ ايوه بيتزا. كنت شايفاني امك اقوم اعمل لك بيتزا. انا عايزه بيتزا. انا ما اقدرش اعمل بيتزا. انا عايزه بيتزا. عايزه بيتزا. يا ابيض. شكل واجعني يا بنتي ما اقدرش اتحرك. ماليش دعوه عايزه بيتزا. ما اقدرش اعمل. ما اقدرش اقف في المطبخ. عايزه بيتزا. 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 مش هعمل لك بيتزا. 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 اغير هدومي بس. خلاص تمام. ماشي. صلي. تيتا يا تيتا. تيتا رجعنا عايزه اكل بيتزا. انا اخري اخري عسل وطحين وجبنه بيضه في التلاجة. تيتا انا عايزه بيتزا. هو اخري كده. عايزه بيتزا. اتفضلي.
هو انت طالع بمنظرين؟ منظرين؟ ازاي يعني؟ اصل ماما كانت دايما تقول عليك يعني ان انت، انا اسفه يعني، شخص وحش ودايما بتعمل مشاكل مع الناس، مع انك دلوقتي عكس كده خالص. انا شايفه شخص محترم وجميل وطيب وبيعاملني حلو قوي، وبصراحه كده لو فضلت تعاملني كده طول عمري انا هبقى اسعد واحده في الدنيا دي كلها. والله انا ذوق مع الناس كلها بجد بجد. يعني مش معايا انا لوحدي؟ لا طبعا، يا رب تفضل كده على طول. ربنا يخليك ليا يا محمد. تيتا يا تيتا يلا اتسع حضريف بتاع شجعي. حاضر يا غزل، لسه صاحيين يا حبيبتي، اهدي هنقوم نحضر. يا تيتا حضري الفطار، عايز افطر كورن فليكس. يلا يا تيتا. قلتلك حاضر يا غزل هعمل لك. حضري الفطار يا تيتا دلوقتي. بصراحه ده كتير عليا قوي يا غزل. وكمان يا تيتا عايز اكلم ماما. يا تيتا ده لسه اول يوم يا غزل، وتاني يوم بتعملي كده، وهعمل ايه انا يا غزل؟ ماليش دعوه يا تيتا. يلا يا تيتا عايز افطر جعانه. مالي وجعني وتعبانه مش قادره، انا هتصل بامك. عايز افطر كورن فليكس يا تيتا. يلا يا تيتا بقى هتصل بامك تيجي تاخدك يا غزل، هتتصرف معاكي. مش يا تيتا بس حضرتك في ده كورن فليكس. حرام عليكي. يلا يا تيتا عايز افطر كورن فليكس يا تيتا. يا تيتا عايز افطر كورن فليكس. الله يسامحه يا ابني محمود والله. عايز افطر كورن فليكس يا بنتي. حاضر هعمل لك. ما تقومي يا تيتا. ابيض. عايز افطر كورن فليكس يا تيتا. مبسوطة يا ندى؟ أيوة جدا، فرحانة قوي. تعرف يا محمد إن أنا بحب غزل بنتي دي قوي، واستحالة استحالة حاجة تفرقني عنها أبدا. ده لو بص لو مين قال لي ابعدي عن غزل استحالة أسيبها أبدا. بحسها كده قبل ما تبقى بنتي، يا صاحبتي وأختي وكل حاجة في حياتي. أنا ماليش دعوة، محمود أخوكي هو اللي قال هتقعد عند تيتا. عارفة عارفة والله، بس هي وحشتني قوي بصراحة. أنا قلت لك أنت وبنتك غزل في عينيا الاتنين. الله يا محمد انت طيب وجميل قوي. ربنا يخليك. حاجة لله حاجة لله حاجة لله حاجة لله. نفسي اجمع من جنيه وادي الحلويات. يا يا عم البي يا عم البي، عايز البي عايز البي. قولي لو تعمل بيه حديك الخلف السحري، يا حقاني كان نفسك فيه الخلف السحري. طب جه شوفي سمك ما قلتهاش في حياتي. ربنا يخليك ليا، بس ينفع تاخد منك طلب؟ اتفضلي. ينفع نعدو على ماما اخد منها غزل وتيجي تفسح معانا؟ اللي انت عايزاه، بس انا عايزه انا وانت نخرج مع بعضنا وبعدين. ماشي اللي انت عايزه. تعالي يلا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. شكرا شكرا. تيتا مبسوطة، أصل ماما اتجوزت برنسو، وتعرفي كمان برنسو ده شعره حلو قوي، وتعرفي أنا مبسوطة قوي عشان لما أروح لهم كل شوية كل يوم هيجيب لي لعبة، مبسوطة قوي. تعالي قابليني لو جاب لك حاجة. مش فاهمة يعني إيه بقى؟ ده في الأول بس كده بيجيب لك، بعد كده مش هيجيب لك حاجة ولا عبارة. أنا مش فاهماك يا تيتا. مش فاهماني؟ أيوه. أبقى أقول لك بعدين، يا أختي قولي لأمك بقى تفهمك، والدنيا دي كلها تسويها لي. أيوه يا تيتا. أيوه. شفتي فركشتيها؟ ظهري وجعني مش قادرة، حرام عليك. أنا مبسوطة يا تيتا، يلا. تاني برضه يا غزل بتكديني يا غزل. نور أبيض. والله لو اتصل بأمك يا غزل تجيلي كده تتصرف معاكي. طب بصي يا تيتا، استنى. خلاص هساعدك. كده حلو؟ كده مساعدة كده؟ أهو يا تيتا. خلاص يا تيتا سويتهم. سيبيني أنا كده كده مساعدة؟ اصحوا لينا احنا جينا اهو، واما جينا هما مشوا. البرنس البرنس واحد بس. يا جن
حبيبي يا جن. حبيبي يا برنس. عامل ايه؟ الحمد لله. وحشتني والله. لقيت عربيتك واقفه هنا، ما رضيتش اطلع لك، فولت ما رضيتش اقلقك. حبيبي حبيبي والله. اخويا البرنس. ربنا يخليك يا جن. المكنه شطبت بس كده، كنت عايز 200 جنيه بس كده يا جدعانه. انت عايزه يا جن؟ حبيبي البرنس واحد بس. اتفضل يا جن. و 200 جنيه حق الدخان، 200 دخان كده. حبيبي. البرنس واحد بس. مش عايز اي حاجه. سلامته الحب. الشكل الاصفر ده مش غريب عليا، ولا الراجل ده غريب عليا، حاسه ان انا شفتهم قبل كده. قلت له شفتهم فين؟ شفتهم فين؟ كنتش ده الراجل اللي سرق مني الشنطه؟ ايوه ده هو، ده شبهه بالظبط، وهو هو نفس الموتوسيكل. طب ازاي يعني؟ ازاي هو صاحب محمد جوزي؟ مش محمد جوزي قال لي هو ضربه وبهدله؟ معقول صاحبه بعد ما ضربه؟ حتى لو بقوا اصحاب توصل الصحوبية ان يطلب منه فلوس عشان خاطر يحط بنزين في الموتوسيكل، ولا يطلب منه فلوس عشان يطلب منه سجاير؟ مش فاهمة حاجة. انا هبقى اسأل محمد، ومحمد يقول لي بقى ده صاحبه ازاي ده. يا غزل اهدي يا غزل. يا بنت انا عايز اقولك على حاجة، تعرفي يا هتيجة ده شيل الجو وعيوني كل الاتنين. اه ما باين اهوت، ما باين شلتيني جوه عيوني كل طبعا يا هتيجة. طب بصي يا هتيجة، تعالي يا هتيجة العبي معايا كده اكلمك انا. حبيبي يا برنس. اللي يحب برنسو يلا يرفع ايده كده، اللي يحب برنسو طب ينزل ايده كده، اللي يحب برنسو يلا يعمل كده كده، اللي يحب برنسو يجي يعمل كده زينا. برنس ما بخافش انا، ورا ما رجعش، انا قلبي ده زي الوحش، انا قلبي ده زي الوحش. انا بقى هسيب باب مفتوح عشان انا لو رنيت الجرس تطلع تصحى وتزعق. اتفضلي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يلا بينا تعالي اتفضلي اتفضلي. هتلحقنا هتلحقنا فيروز، هتاخدها وهتخف. لا يا بابا مش عايز اخدها، بخاف منها، وانت عارف الدودة موجودة في بطنك عمالة تاكل من اكلك. ايه ده البيت هادي كده ليه؟ يا غزل غزل بص عليها. يا غزل يا غزل يا غزل، تكون راحت فين يا غزل؟ هل اسمك مش شقة مفتوح؟ تكون راحت فين بنت غزل؟ عشان ما تجيش تاني عندي. بابا بطني بتوجعني، قول الدودة ما تجيش عندي. بابا بطني بتوجعني، قول الدودة ما تجيش عندي. الدودة بتخاف من الحقنة. يلا خدي خليكي شاطرة، بعدها هتموت وهتمشي يوم بالظبط وهتحبي. رايك في المكان بقى؟ مالك سرحانة في ايه؟ محمد معلش ينفع اسألك سؤال؟ اتفضلي. هو معلش الراجل اللي هو كان واقف معاك ده اول ما نزلنا من البيت على طول، أيوه. اللي معاه الموتوسيكل الاصفر ده صاحبك؟ ده صاحبي، ده عشرة عمر.
هو صاحبك من زمان؟ صاحبي قوي، ده انا هو زمان كنا في اي حاجه مع بعضينا. يعني ده مثلا مش لسه مصاحبه جديد؟ لا ده من زمان. ليه في ايه؟ بص بصراحه محمد مش هلف وادور عليك، الراجل ده هو اللي سرق مني شنطتي، وانا متاكده ان هو اللي سرق شنطتي عشان فاكره الموتوسيكل وفاكره شكله. فيعني يا محمد ازاي يعني انت بتقول لي صاحبك، وازاي انت مثلا جبت لي منه شنطتي وضربته وبهدلته في الشارع وخليته مش قادر يمشي تاني زي ما انت قلت؟ اصحوا لينا احنا جايين. يا جن برنس مش مصدق. حبيبي ابو الصحاب. حبيبي يا برنس. عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ عايزك في مصلحه. معاك يا صاحبي. مصلحه إيه؟ حب قديمه كده عايز احياها تاني. انا عليا ليك يا برنس، انت تأمرني بس قول لي اعمل ايه وانا اعمله على طول. يعني معايا؟ معاك طبعا يا صاحبي. حبيبي ابو الصحاب. يلا بينا. يلا بينا. ياللي ظلمته الحب. ايوه. وقلت وعدت عليه. وقلت عليه مش عارف ايه. وحشتني ايامك يا برنس. بصراحة انا كنت اعمل فيلم عليك. فيلم عليا؟ ايوه. فيلم ايه ده؟ يعني كل اللي حصل ده انا كنت مرتبه. انت مرتب ان انت تسرق شنطتي؟ ايوه. انا قعدت 40 يوم مستنيكي تحت البيت عشان تنزلي. طب وليه عملت كل ده؟ عشان اتجوزك، انا بحبك. طب ليه ما دخلتش الباب من البيت من بابه على طول؟ امك ما بتحبش حد يدخل عندكم الشقه، واي حد بتصد. الاجازه جت، هي الاجازه جت، هي يلا يا بابا قوم. ما تضيعش الوقت. يا نهار بيتش غلط، تمشي من ورايا يا بنت. نفذي حد خاطفك يا تيتا. ما تخافيش انا كبير، وكمان يا تيتا انا اصلا قاعده بلعب هنا عشان انت يا تيتا هتتصدعي قدامي على فوق عشان اتصل بامك تيجي تاخدي. يا تيتا خلاص قدامي. انا اسفه. نزلتي من ورايا ليه يا بنت؟ عشان ما اعملكيش صداع. تعملي صداع؟ ايوه يا تيتا. بس انت عايزه حد خاطفك يا بنت وانا ما اعرفش. جيبي لي مصيبه يا بنت. انا كبيره يا تيتا. اطلعي قدامي. يلا قدامي. شيلي هاتي قدامي. قدامي يا ام نص لسان. يعني ده برضو سبب مقنع برضو يا محمد انت تخلي واحد يسرق شنطتي عشان تدخل البيت يا محمد؟ ما انا بحبك ومش عارف اوصل لك اعمل ايه. طيب يعني انت دلوقتي لو عايز تشتري العماره اللي هناك دي هتعمل مثلا الاول هتروح تعمل مشكله لصاحبها، وبعد كده عشان تشتري منه العماره يعني كانك عملت فيه جميله علشان يرضى يديك العماره، ولا هتروح له على طول تقول انا عايز اشتري العماره دي؟ اروح له على طول واقول له عايز اشتري العماره. طب انت ليه ما عملتش معايا انا كده؟ امك كانت صدانه محمد برضو. ده مش السبب، ده انا كنت فرحانه يا محمد. فاكره زمان لما امك رفضتني؟ يا محمد انا كنت فرحانه ان هي صدفه مش مترتبه كده، ان انا فعلا انت قابلتك صدفه وجبت لي شنطتي صدفه واتجوزنا بسبب الموقف ده. فهمني يعني كان اسباب مش انت مرتب كل ده عشان تتجوزني. لا انا كنت مرتب كل ده عشان بحبك. ماشي يا محمد، على العموم انا فرحانه بصراحتك، بس لو كنتش عملت كل ده كان هيبقى احسن. انا عملت كل ده ليه؟ مش عشانك. علشان يا محمد. ماشي يا محمد. مالك في ايه؟ لا مفيش، كنت فرحانة ان الموضوع يعني صدفة. ماما ثانية واحدة رد عليها. الو. ايوه يا ندى. ايوه يا ماما ازيك عاملة ايه وزوزو عاملة ايه؟ الحمد لله يا ندى. تعالي خدي يا ندى غزل. ليه؟ خبلتني، خلتني نايمة ونزلت في الشارع تحت معرفش، لعبت بالبتاع اللي بتلعب بيه دوت يا ندى. نزلت في الشارع وغلبتني، جابت لي خفيف يا ندى. خدي كلمي هي. الو. ايه يا ماما؟ ايه يا غزل، من انت بتقولي كلام في الشارع يا غزل؟ ما يا ماما انا عايز اقول لك على حاجه، كنت عايزه اتدرب الهوبر بول، وكمان يا ماما لقيت تيتا نايمه فانا قلت انزل تحت يا ماما عشان ما اعملش الزعل لتيتا برضه يا ماما. يا نهار ابيض، يعني كمان نزلت من ورا تيتا يا غزل؟ ينفع كده؟ ايوه يا ماما. ايوه يا ندى. ايوه ماما. تعالي دلوقتي حالا خدي بنتك. بنتك جابت لي الخفيف يا ندى، وانا خايف على حد يسرقها، دي مسؤوليه عليا. حاضر يا ماما. حاضر ليا. خدها. حاضر. يلا تعالي دلوقتي حالا. ماما تيجي دلوقتي. باي باي. نططي وليه ده اللي بتعمليه ده هو؟ تيتا عايز اقول لك على حاجه. عايزه ايه؟ انا يا تيتا جعانه عايزه اكل اندومي. يا بنتي مش لسه باكلاك يا بنتي؟ جعانه
عايزه اكل اندومي. هعمل لك يا بنت اهدي شويه عليا. اندومي 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 اندومي. جابت لي الخفيف والله. اندومي. اللي انا ايه ده؟ اللي انا مش فيش كده خالص. عايزه اندومي عايزه اندومي. عايزه اندومي يا تيت. يا تيت عايزه اندومي يا تيت. في يا ندى؟ مفيش. غزل عامله مشاكل مع ماما ونزلت من وراها الشارع يعني، فماما زعلانه ان هي نزلت من وراها وبتقولي تعالي خذيها. فمعلش يعني انا هروح اجيب غزل. طب خلينا خفاف خفاف وبالليل نجيبوها. لا يا محمد ما ينفعش يا محمد، لازم اروح اجيب غزل دلوقتي. انت قفلتي ليه طيب؟ بص يا محمد بصراحه كده مش هخبي عليك، مش هينفع يبقى جوايا كده حاجه منك مضايقاني وما اقولكش عليها. ايه اللي مضايقك طيب؟ بص انا كنت فرحانه، كنت طايره من الفرح بيك، كنت حاسه كده ان انا بص في اشد انبساطي. ماشي ليه بقى؟ علشان انا قلت الموضوع كله جه صدفه، شنطتي اتسرقت فقابلتك، فانت رحت جبت لي شنطتي. جيت خبطت عليا البيت وماما عاملتك وحش، ومع ذلك ما يأستش طلبت ايدي مره ومشيت، وجيت تاني طلبت ايدي تاني، ومع ذلك برضو ماما تقول لك لا وانت بتيجي. واحده واحده لقيتك بتجيب لغزل هديه في الثانيه في الثالثه، فقلت الله ايه الاهتمام ببنتي غزل دي؟ ده باباها ما عملش كده. تعرف ان ابو غزل عمره ما جاب لها هديه؟ ولما لقيتك انت مهتم بيها كنت فرحانه قوي، وفرحت كمان باهتمامك بيا ان انت متمسك بيا، عايز تيجي تتقدم لي برغم ان ماما رفضاك. فقلت ايه؟ انا كنت بصراحه محمد من جوايا انا كنت رافضه فكره الجواز دي نهائي، بس لما لقيتك بتعمل كده معايا ومع بنتي لا فكرت وقلت الراجل ده يستاهلني انا وبنتي. بس بصراحه كده لما لقيتك مرتب للموضوع علشان ان انت مثلا تسرق شنطتي وتخدعني عشان تيجي بقى البيت وتتقدم لي وكده، انا بصراحه اتضايقت، حسيتك كده خدعتنا كلنا، كانك خنتنا. احساس وحش قوي يا محمد ان الحاجه دي مترتبه. يا ندى انا عملت كل ده عشان بحبك وعايز اتجوزك. لا يا محمد ده مش مبرر يعني. يا محمد دلوقتي انت لو عايز مثلا عايز حاجه رغم من اي حد تمام، والراجل ده سكته الصلاه والصوم والحاجات الجميله كلها، وانت اصلا ما بتصليش، هتخش بقى عليه تقول له اصل انا بصلي وبصوم وبعمل خير كتير علشان خاطر يرضى عليك ويكلمك بشكل حلو؟ ولا يا محمد هتخش له كده في الدور وتطلب الحاجه اللي انت عايزها؟ انا عملت كل ده عشان اتجوزك يا ندى. لا يا محمد انا حاسه ان انت خدعتنا كنتنا، الموضوع ما بقاش حلو زي الاول يعني. كنت الاول بفكر كده في ترتيب علاقتنا كنت ببقى فرحانه وطايره، دلوقتي حاسه في حاجه كسرتني، في حاجه ضايقتني. لو سمحت يا محمد انا عايزه اروح اجيب غزل. يلا يا محمد. مين؟ حسدول. ماما وحشتيني قوي يا حبيبه قلبي. ماما عامله ايه؟ كويسه يا ماما. انا زعلانه منك بس وحشتيني. وانتي كمان يا برنس. ينفع اقولك يا بابا اللي انت عايزاه؟ وحشتني يا بابا. تعالي يا بابا. ماما دخل الماما. ماما ده حبيبتي. ازيك يا حبيبتي؟ مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. حماس ما بحبش البوس ده، بيبعد عنه. حبش الحمد لله. كويسه. عامله ايه؟ ليه بقى غزل عملت ايه معاكي؟ غزل زهقتني زهقتني ونزلت الشارع من ورايا، افتح حد خطف، اعمل انا ايه لوحدي انا؟ ينفع كده يا غزل؟ انا عارفاها لما بتغلس. يا ماما كنتش عايزه اغلس على تيتا كده برضه يا غزل. انا اسفه. اتفضلي ادخلي غيري هدومك يلا عشان تروحي معايا. بجد يا ماما؟ مش لازم يا ندى تغير هدومها. هتمشي معايا بالبيجامه يعني؟ انا ركبت العربيه دي كده كانوا في البيت. لا دقيقتين تغير هدومها، ايه المشكله يعني؟ لا يا ماما انا عايزه اقول لك على حاجه. عايزه يا ماما انزل كده. ما انا لما كنت بلعب بالهبر بورد برضه كنت نازله كده. عايزه نزلتي بالبيجامه؟ ها ايوه. ماشي يا غزل، عقابك كبير قد كده. انا عملت حاجه يا ماما؟ ايوه عملتي، نزلتي الشارع من ورا تيتا، وكان ممكن لا قدر الله بعد الشر عليكي عربيه تخبطك اول حد يخطفك، وكمان عايزه تنزلتي بالبيجامه ومفيش احترام لتيتا. عادي يا ماما. وكمان انا ما كنتش عايزه اصدع تيتا يعني الصراحه. ماشي ماشي. طب يلا ادخلي غيري. انا هقوم اغير يا ماما. ايوه هتقومي تغيري يا غزل. بقول لك ايه يا ندى، استناكي تحت في العربيه انا. تمام، خد شنطه غزل معايا. هاتيها وانتي نازلة. استنى يا جوزتي اعمل لك فنجان قهوة. شكرا. تمام هجيبها وانا نازلة. ايه يا ندى حبيبتي؟ ايوه يا ماما. شكلك مش مبسوطة يا ندى. لا انا مبسوطة وفرحانة جدا. قلتلك بلاش الجوازة دي يا ندى. يا ماما قلتلك انا فرحانة ومبسوطة. فرحانة مش باين عليك يا بنتي. اهو انا فرحانة. ربنا يستر يا ندى. ربنا يستر يا حبيبتي. بقولك ايه يا غزل؟ لا انا حبيبتي ببيجامتك كده مش مهم. شنطتك اهي بتاعت هدومك اهي. عايزه حاجه ماما؟ لا شكرا يا حبيبتي. مش بعد اذنك.
اختصارك حلو قوي يا برنس. بص يا غزل، ما بحبش حد يلمس شعري لو سمحت. ليه؟ طب محمد طلبه منك طلب لو سمحت. اتفضلي. اني عايزاك تاخد عربيتك كده وتروح عند بيت ماما، هات من عندها العجله بتاعت غزل والهافر بورد اللي انت كنت جايبه لها هديه وحبه العاب تانيين. بقول لك ايه، مش هروح. ليه؟ انا ماليش مزاج. خليني اخوكي محمود هو يجيب لك الهديه. تمام. بقول لك ايه، يلا بينا عشان نروح مشوار انا وياك. مشوار؟ اه. طب ماشي يا غزل، يلا البسي كوتشي بتاعك. الله، هتروح معايا يا بابا؟ ندى، ندى مش هتيجي معانا. ليه؟ انا عايز انزل انا وانت لوحدينا. هي لازم تتعود على حياه جديده. يعني هسيبها تقعد تعمل ايه في البيت لوحدها؟ في تابلت وفي نت هنا. ليه؟ انا عايز اكون معاكي. لو سمحتي ما تكلمنيش انا، اي حاجه كلمي مامتك. طب ليه؟ انا عملت حاجه؟ عملت حاجه عشان اضايقك يعني؟ طب انا عملت ايه عشان؟ كلمي مامتك يا حبيبتي. يا ماما انا عايز اقول لك على حاجه يا ماما، دي انت عمرك ما عملتيها معايا. دي انت يا ماما عمرك يا ماما ما خرجتي لماما كتير مره في البيت يا ماما. انت هتسيبيني يا ماما؟ بقول لك ايه يا ندى، مستنيك تحت في العربيه تنزلي لوحدك. بس انا ما... طب انا عملت ايه طيب؟ انت هتسيبيني يا ماما؟ انا يا ماما انت عمرك ما عملتيها معايا يا ماما. طب بصي يا زوزو يا حلوه، وانا بصي انا هروح مشوار حبه صغيرين خالص، فيعني بصي هنا في تابلت حلو قوي والنت سريع، اقعدي اتفرجي على كرتون اسمها اغاني. سيبيني برضه يا ماما. مش هتاخر عليكي، بس اوعدك وانا جايه هجيب لك لعبه وحاجات حلوه كتير. انا مش عايزه العب ولا حاجه حلوه يا ماما، عايزه اروح معاك. معلش المره دي كده هنزل لوحدي والمره الجايه نبقوا مع بعض. ماما انا عايزه اقول لك على حاجه، يعني انت عندك كده سايبيني يا ماما وانا برضه هتسيبيني يا ماما. معلش ما غزلت دلوقتي بنوته عندها كام سنه؟ عندي 9. يعني عندك 9 سنين، يعني كبيره قوي، يعني ممكن تقعدي في البيت لوحدك وانا مش هتقف. ماشي هتسيبوا زي. بس على فكره يا ماما عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي. انا زعلانه منك ام خصمجه لو جبتي لي ايه. لا غزوله مش هتزعل من مامتها، مش هنزل غير وانت تقولي يا ماما انا مش صارحاكي ومش زعلانه منك. خلاص حبيبتي قلبي هجيب لك حلويات ولعبه. يلا باي باي. اوعي تدخلي المطبخ. حاضر. ماشي. طب وانا عملت ايه عشان ما ياخدونيش معاهم؟ وانا زعلتهم؟ غزل. نعم يا ماما. اوعي البوتاجاز يا حبيبتي عشان خاطري ما تجيش جنبه. حاضر يا ماما. شاطره يا حبيبتي، باي باي. ماما صح، نسيت اقول لك على حاجه. قولي يا غزل. ماما انا عايزه اقول لك على حاجه، هو انا ضايقت بابا في حاجه؟ ليه بتقولي كده؟ اصل يا ماما هناك يا ماما عند تيتا كان بابا برنس، يا ماما بيقول لي ازاي وحشتيني عامله ايه كويسه، وكمان كان بيجيب لي العاب عجله هافر بورد يا ماما، بيجيب لي حاجه حلوه. لكن يا ماما هو بابا اللي كلمني ليه؟ طب انا زعلت في حاجه وانا مش عارفه يا ماما. لا لا يا حبيبتي. طب مش عايزين اخرج معاكم ليه يا ماما؟ يا حبيبتي انت ما زعلتوش في حاجه، بس ممكن مثلا في حاجه مضايقاه في الشغل. في الشغل؟ هو بيشتغل ايه اصلا؟ صدق انا ما اعرفش هو بيشتغل ايه، هبقى اساله انت بتشتغل. طب يا ماما اساليه والنبي يا ماما، هو انا ضايقته في حاجه وانا مش عارفه يا ماما؟ لا يا حبيبتي انت ملاك وجميله وعمرك ما تضايقي حد في حياته. ماشي. بس هو باين كده ظهر الوش التاني بتاعه. على راي إيه؟ ماما ربنا يستر. مفيش حاجه يا حبيبتي، ادخلي جوه يلا. ماشي. ربنا يستر. محمد هو احنا رايحين فين؟ بصراحة أنا عامل لك مفاجأة وهجيب لك هدية حلوة قوي. هدية؟ هدية بسبب إيه؟ إن احنا بقالنا أسبوع متجوزين. طب والله أنا مش عايزة هدية. لا أنا دلوقتي هاخدك محل الدهب وأخليكي تختاري أي حاجة أنت عايزاها. تجيبي سلسلة. والله ملوش لزوم. لا والله العظيم أبداً، أنا عايزك تفكي بس. أنا فاكرة ومفيش أي حاجة، أنا مبسوطة يا محمد. عشان تعرفي بس أنا بحبك. أنا عارفة. أي حاجة بس تشاور عليها هجيبها لك. شكراً يا محمد، ربنا يخليك لي. ويخليكي ليا. وحشتيني والله. الله انت جبت العاب يا خاله؟ اه جبت العاب. امال فين ماما؟ ماما ماما راح المشوار. وبرنس وفين؟ ايوه بابا برضه برنس راح معاه. والله انت قاعده لوحدك ولا ايه؟ ايوه انا جبت العيال قلت هقعد معاكوا شويه. ايه ده بجد؟ اه سلمي عليها على غزل يا بنتي. كويس كويس ازيكم؟ الحمد لله. مش عارفه خبيت الحاجات، خشي خشي اقعد. تعالى العبوا معايا. حاضر يا بابا. والله والله بص يا غزوله، نعم هنزل اجيب بقيه الحاجات. تمام بجد؟ بس بقى انا هخلي بقى العيال قاعدين عندك شويه كده، اروح مشوار وبعد كده ارجع لك. ماشي سيدي. العبوا مع بعض وهيصوا. ماشي يلا. هم يسلوكي. هجيب بقيه الحاجات واجي. ماشي.
راسه كده وسقطته. حاضر يا بابا. ماشي يا بنات. ماشي. غزل حبيبتكوا ها. ماشي. جاهزين؟ جاهزين. 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 يا أبو عياسه كده ها. يلا يلا هجيب بيت الحاجات منكم تاني. ماشي. العبوا هيصه. اجيب لك حاجه اكبر من كده. لا انا بحب الحاجات الرقيقه. شكرا يا محمد. بس عايز اجيب لك حاجه فخمه كده. كفايه بس ان انت فكرت تجيب لي هديه. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. ربنا يخليك. يلا بينا. يلا بينا. والله العظيم انا اتحيرت معاك. انا مش عارفه انت طيب ولا شرير، حلو ولا وحش. والله انت حيرتني. بس على راي ماما ربنا يستر. جايه يا محمد. جسمي كله انا مسكت. اما فين اخويا محمود؟ مش هنا، مش فوق. ايه يا محمود؟
جاب لي ايه؟ جاب لي سلسله حلوه قوي. الله يا ماما ده حلو قوي يا ماما. لا. وفيها علامات صغيره وجميله جدا. بصي رقيقه ازاي؟ ايوه يا ماما حلوه جدا. لو حبيتي بقى تلبسيها هلبسها لك يا ماما. الله والله يا ماما هتلبسها لي انا يا ماما. شكرا يا احلى ماما انا بحبك يا عمتي. الله يبارك فيكي يا حبيبتي. مبروك يا عمتي. الله يبارك فيكي. هدخل اشوف عبد محمد عايز ايه وجاي. ماشي يا ماما تعالي بسرعه. حاضر. هما مين دول اللي مع غزل؟ معقول مش عارفهم؟ دول بنات اخويا محمود. اه طب اقول لك يا ندى، انا مش بحب الدوشه. ايوه يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني يمشوا. اه بس انا عايزه اقول لك على حاجه، انا اللي مكلمه اخويا محمود عشان يجيب لي الالعاب من عند ماما، فاكيد جاب البنات عشان يبارك لي، ولما ما لقانيش في البيت سيب البنات يلعبوا مع غزل وهيجي لي كمان شويه. ندى مش بحب الدوشه، فهمتيني ولا لا؟ معلش حقك عليا، اكلم محمود يجي ياخده. ماشي يا محمد انا اسفه. يا غزل. نعم يا ماما. يا بناتي حلوين. نعم يا عمتي. برنسو عنده صداع جامد قوي، مش عايزين نعمله دوشه عشان صداع. ايه بابا عنده صداع؟ اه لازم نحترمه كده وما نعملوش دوشه خالص. تمام تمام يا عمتي. حد هيعمل دوشه؟ لا. حد هيعمل دوشه؟ لا. ايه يا غزل في ايه؟ ثانية اطلعي بره وفي الباب وراك. ليه كده بس يا محمد؟ ما انت كنت ذوق من شويه وجايب لي هديه وفستحني والدنيا كانت جميله، ايه اللي حصل؟ ندى مش بحب الدوشه. بعد اذنك اطلعي بره وقفي الباب وراك، مش هقول لك تاني. حاضر. الراجل ده حلو ولا وحش؟ ربنا يستر. بقول لكم ايه يا بناتي حلوين؟ نعم يا بنات. احنا عايزين بقى نقعد في الاوضه دي ما نطلعوش منها. وننموا بدري كمان. احنا ما بننامش دلوقتي، احنا بننام الصبح. لا ما ينفعش الكلام ده، احنا هننام دلوقتي عشان نصحوا فايقين الصبح. يا ماما بس احنا بننام الصبح، مش هنعرف ننام دلوقتي. يا ماما بس انا عايزه اقول لك على حاجه يا ماما. قولي يا ماما. خليني اصل المره يا ماما، مش عشان هما لسه جايين جديد يا ماما، وانا اصلا ما عنديش اصحاب يا ماما، واحنا فرحانين بغزل. وانا والله فرحانه بيكم. هقول لكم حاجه. نعم. اسهروا ماشي، بس تلعبوا بصوت واطي خالص علشان برنسو تعبان وعنده صداع. تمام؟ اه بابا تعبان؟ اه بابا حبيبي؟ ماشي يلا اقعدوا هاديين بقى. ماشي يلا ماشي.